معوداتكم جريدة صوت العدالة فهي قريبة من كل الأنشطة الهادفة والفعاليات المؤثرة محليا ووطنيا. معنا اليوم ضيف عزيز يضرب به المثل في التفاني وحب العمل وتحمل المسؤولية المنوطة به. معنا المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والرياضة السيد هشام زلوش. مرحبا بك أستاذ. مرحبا وشكرا للموقع صوت العدالة على هذا الاهتمام وقطاع الشباب والرياضة وبالمديرية الإقليمية عين الشيخ الحسني الحسني وإقليم النور. أول سؤال يتبادر إلى الذهن، من يكون السير والإطار هشام زلواش؟ هشام زلواش إطار وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة، خريج المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، ابن مدينة أزمور المدينة التي لها صدى كبير في قلبي وفي تكويني وفي جعلي على ما أنا عليه الآن، كذلك فاعل جمعوي ونقابي، تدرجت في مجموعة من المهام بعد ولوجي لأسلاك وزارة الشباب والرياضة. هذه المهام أهمها إدارة مجموعة من دور الشباب، إدارة مجموعة من المخيمات الوطنية، الاشتغال في مجموعة من البرامج الكبرى لقطاع الشباب والرياضة، والاستفادة مجموعة من التكوينات التي جعلت مني مكونا للمكونين في مجموعة من المجالات التي تخص قطاع الشباب والرياضة، مدير إقليمي منذ 2014 بكل من إقليم تالودانت، عملت مقاطعة الفيدان السلطان، والآن منذ 2018 مدير إقليمي بعملتي مقاطعة عين الشيخ الحي الحسني وإقليم النواصي. شكرا أستاذ على هذه المعلومات التي مددتنا بها. أو ثاني سؤال يتردد، كيف استطعتم تسيير وتدبير مديرية تجمع في كيانها عملتي الحي الحسن وعين الشوق المعروفة ومعروفتين بعدد كبير من الجمعيات النشيطة وأيضا إقليم الوسط أيضا المعروف بشساعة؟ كيف استطعتم تدبير وتسيير هاته العملتين وهذا الإقليم؟ طبيعة الحال أي تدبير إداري يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات باستحضار مجموعة من المؤشرات، يجب أن يبنى على تشخيص واقعي للمعطيات المجالية والسوسيو اجتماعية للوحدة الإدارية التي سنشرف على تدبيرها، وهذا التشخيص بناء عليه يتم وضع خطة عمل للاشتغال وتحقيق هذه الأهداف. منذ أن تحملت مسؤولية سير هذه المديرية وضعت مجموعة من المرتكزات التي بنى عليها التدخل المديرية على المستوى الترابي في عين الشق الحي الحسني وإقليم النواصر، و
اعتمدنا مجموعة من المحاور والمقاربات لهذا التدخل. أولا، المقاربة الأولى هي مقاربة الحكامة الإدارية والمالية لمختلف تدخلات المديرية الإقليمية وعلى جميع المستويات من خلال جعل الإدارة وجعل المديرية ومختلف مرافقها ومؤسساتها، دور الشباب، الأندية النسوية، رياض الأطفال، المراكز الرياضية للقرب، في خدمة المرتفق. المرتفق والمستفيد من خدمات المديرية هم الجمعيات، طفولة الشباب، المرأة، ومختلف المتدخلين وزبناء المديرية. المقاربة الثانية هي مقاربة تشاركية، تشاركية في جميع الاتجاهات، تشاركية مع الجمعيات، المجتمع المدني، مع المنتخبين، مع السلطات المحلية، وبطبيعة الحال مقاربة تشاركية. أهم عنصر في المقاربة التشاركية هو التدبير الأمثل للموارد البشرية المتوفرة، لأن كما تعرفون اليوم قطاع اجتماعي كقطاع الشباب والرياضة يعاني كغيره من القطاعات من قلة الموارد البشرية. لهذا كان تحدي كبير هو كيفية إدارة الموارد البشرية وجعلها في خدمة توجهات القطاع، في خدمة الطفولة والشباب، وفي خدمة المستفيدين من خدمات القطاع. لكي يتم تنزيل هذه المقاربة على أرض الواقع، اعتمدنا باستمرار الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع الأطر المديرية، مع الجمعيات، مع الفاعلين الجمعويين. كذلك اعتمدنا الزيارات الميدانية لهذه المرافق وتتبعها، والنظر في كل الأمور المتعلقة بتحسين جودة هذه المؤسسات خلال وضع خارطة لتأهيل بنية الاستقبال، طبيعة الحال بتنسيق مع الإدارة المركزية ومع مصالح الوزارة في هذا الاتجاه. فعلى كل سنة نقوم بتأهيل دور الشباب، الأندية النسوية، مراكز السوسيو الرياضية للقرب، المركز الوطني للتخييم بشكل تدريجي حتى نتمكن إن شاء الله في السنوات القادمة من تأهيل جميع المؤسسات المتواجدة بالتراب المديرية. سنة 2018 أصلحنا دار الشباب العين الشق، دار الشباب الألفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، ودار الشباب الوحدة، هذه المؤسسة المتواجدة في واحد المنطقة التي تعاني الهشاشة على محاذاة مدينة الرحمة، طريق مولاي التهامي. كذلك سنة 2019 قمنا بإصلاح ثلاث أندية نسوية، نادي النسوي، أربع أندية، نادي النسوي سيدي معروف وليد حدو، وهذا النادي لم يعرف الإصلاح منذ سنوات، النادي النسوي الزاوية بالجماعة الترابية النواصر، والنادي النسوي الهواورة بجماعة الترابية ولاد صالح، الجماعتين منتميتين لإقليم النواصر. كذلك أصلحنا النادي النسوي عين الشق. في نفس السنة المالية 2019 أصلحنا دار الشباب سيدي معروف ولاد حدو المتواجدة بعمالة مقاطعة عين الشق، ودار الشباب الحي الحسني المتواجدة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني. هذه إصلاحات تنعتبرها احنا إصلاحات كبرى، ولكن هناك مجموعة من الإصلاحات
دي زونتروتيان اللي تتهم واحد المجموعه من الفضاءات بالنسبه ل 2020. نحن تتعرفوا الظروف اللي مرات تتمر بنا، نحن في انتظار رصد الاعتمادات لاصلاح دار الشباب ليسيلسا ودار الشباب النجمه المتواجدتين بتراب عمالتي بتراب عماله مقاطعه الحي الحسني. طبيعه الحال اضافه الى انه سنويا في اطار تهيئ البرنامج الوطني عطله للجميع نقوم باصلاح المركز الوطني للتخييم طمارس. تتعرفوا هذا المركز يحتضن على مدار السنه الاطفال والشباب واليافعين لمده طويله مما تاثر على البنيه باستمرار، لهذا تضطر كل سنه انهم يديروا اصلاحات لهذا الفضاء باش نجعلوه قادر على استقبال الاطفال والشباب. كذلك على مستوى الحكامه حاولنا بشكل مع الجدري تنزيل واحد الدوريات اللي كانوا صادرين على الوزاره اللي هي دوريه مجانيه المراكز السوسيولوجيه الملاعب القرب ومجانيه الانشطه بدور الشباب. الحمد لله انا اؤكد لكم على انهم المديريات القليله اللي تطبق هذه الدوريات بشكل مع مسطري صارم هما هي المديريه الاقليميه عين الشرق الحي الحسني واقليم النواصر. صحيح انه تتكون بعض المرات بعض الفلتات هنا وهناك، ولكن احنا تنحاولوا انه نصلحوا هذه العمليه. كذلك على مستوى المقاربه التشاركيه احنا باستمرار تنعقدوا لقاءات مع جمعيات نشيطه من المؤسسات ديالنا سواء الرياضيه ولا التربويه ولا الثقافيه، تنحاولوا انه نشاركوها في الانشطه ديالنا والبرامج ديالها، تنحاولوا ان ندفعوها لتطوير الدوات ديالها لتطوير انشطتها وبرامجها. وفي هذا الصدد بصدق تنحيي الجمعيات ديال المجتمع المدني سواء في عين الشق سواء في حي الحسني سواء في اقليم النواصر، وكمعيار لتقييم العمل ديال الجمعيات هو هذه فتره الحجر الصحي، حيث انه شفنا واحد المجموعه ديال المبادرات اللي يمكن نرجعوا لها من بعد ديال الفاعلين الجمعويين الفعاليات الجمعويه ديال هذه المنطقه. كذلك الحملات التحسيسيه اللي تنظمها هذه الجمعيات بشكل تطوعي لتحسيس المواطنين والمواطنات باهميه اتخاذ التدابير الوقائيه. في نفس الاتجاه وفي اطار هذه المقاربه والالتقائيه، مقاربه مندمجه والتقائيه مع مجموعه من القطاعات العموميه ومجموعه من الشركاء، كاين واحد المجموعه ديال المشاريع وبرامج اللي تتم انجازها في اطار برامج افقيه في اطار افقي بين واحد المجموعه من القطاعات، واللي هي موضوع واحد المجموعه ديال اتفاقيات اطار اللي موقعه امام الانظار ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وإياده. منهم البرنامج المندمج لتأهيل مدينة الدار البيضاء واللي القطاع ديال الشباب والرياضة هو شريك فيه إلى جانب باقي الشركاء، واللي تم خلاله تتم إنجاز واحد المجموعة من البنيات التحتية الرياضية سواء من طرف شركة الدار البيضاء للتنشيط كمتر دوفراج ديليغي ولا شركة الدار البيضاء للتهيئة كازا أميناجمون. وفي هذا الصدد تم انجاز بحدود الان بالعماله ديال مقاطعه الحي الحسني ثلاثه الملاعب ديال القرب الخزامه ونور الشرف ورياض الالفه. هادو تم الانجاز ديالهم، هادو جوج ملاعب ديال نور الشرف والخزامه راهم مشتغلين، وتنتسناو ان يصدر قرار ديال اعاده فتح ملاعب القرب باش نفتحوا الملعب ديال رياض الاندلس في رياض الالفه في العماله ديال مقاطعه عين الشرق. كذلك بهذه العماله ديال مقاطعه الحي الحسني بالعماله ديال الحي الحسني
تم اطلاق جزء المشاريع كبرى وبنيويه ديال انجاز قاعه مغطاه بمتعدده الاختصاصات بدرب النجمه ومسبح اولمبي بمنطقه الزبير. ولان المناسبه شرق فتنشكر السيده عامل عماله مقاطعه الحي الحسني على انها وقفات على ان هاد المشاريع بجوج يخرجوا للحيز بجوج. بالنسبه لعماله مقاطعه عين الشق تم انجاز ملعب للقرب في يسمينة في حي في شارع يسمينة هو يشتغل الان في انتظار انه تطلق الاشغال ديال القاعه مغطاه ومسبح مغطاه بسيدي بمنطقه سيدي مسعود ودار الشباب بمنطقه كاليفورنيا. الان حنا بصدد الترتيبات الاخيره لاتقاد جوج مشاريع. بالنسبه لاقليم النواصر تم انجاز 9 ملاعب ديال القرب، جوج في منطقه الرحمه دار بوعزه، 3 في منطقه في جماعه الترابيه ولاد عزوز، و3 في ولاد صالح، وجوج في جماعه الترابيه النواصر. هادو تم الانجاز ديالهم من طرف الدار البيضاء للتنشيط وتسلمناهم وغنفتحوهم في الايام المقبله، مجرد انه كما قلت قبيله يصدر قرار ديال فتح هاد الملاعب ديالكم. كذلك في اطار هاد المشاريع حنا بصدد الخطوات الاخيره لتسلم قاعه مغطاه بالجماعه الترابيه ولاد صالح، تم انجازها من طرف الدار البيضاء للتنشيط. وهاد القاعه زعما غتكون واحد الاضافه نوعيه، خصوصا عرفنا ان الجماعة الترابية ولاد صالح تتوفر على واحد الفريق لكرة اليد للذكور والإناث اللي تيمارس في القسم الوطني الأول، بل أكثر من هذا أنه الفريق ديال الإناث هو بطل المغرب لمجموعة من السنوات. وإن شاء الله هذه القاعة غتمكننا من أن المنطقة ديال ولاد صالح تحتضن ماشي فقط المقابلات الوطنية، ولكن كاين وعد أنها تحتضن كأس إفريقيا للأندية خلال السنة المقبلة مجرد بعد فتح الإناث بعد فتح القاعة. كذلك على مستوى المنطقة ديال ولاد عزوز كاين مشروع ديال دار الشباب بواحد المعايير كبيرة وتكلفة مالية مع توصل 5 مليون درهم، واللي غتصرف عليها كمتر دوبراج ديال كما قلت الدار البيضاء للتنشيط. الجماعة ديال بوسكورة الآن الترتيبات الأخيرة لإطلاق ورش بناء قاعة مغطاة وجزء الملاعب ديال القرب، بعدما انهينا الترتيبات الإدارية شركة الدار البيضاء للتهيئة أطلقت الصفقة العمومية باش إن شاء الله في غضون الشهرين المقبلين تبدأ الأشغال ديال بناء هذه القاعة المغطاة منطقة ديال الجماعة ديال المذكورة. هذا بالنسبة لبرنامج تعيين مدينة الدار البيضاء. كذلك كاين برنامج إعادة إسكان قاطيني دور الصفيح بمشروع النصر بولاد صالح. تم الانتهاء من إنجاز نادي نسوي ومركز سوسيو رياضي للقرب وتسلمناه، وحنا بصدد الإجراءات الإدارية والترتيبات يفتحوا في وجه المرأة والطفولة والشباب ديال المنطقة في انتظار انه كاينه مشاريع اخرى، ولكن مازال اونكور من دار الشباب انه واحد سوسيو رياضي في نفس المنطقة ديال ولاد صالح. كذلك كاينه واحد مجموعة ديال دور الشباب اللي بناتها الجماعات واللي حنا بصدد الاجراءات ديال توقيع اتفاقية الشراكة للتسلم ديالها، منها دار الشباب القطب الحضاري في الجماعة الترابية النواصر، ودار الشباب الفجر ودار في دار بوعزة، وكينا بعض المرافق اللي نجوها منعشين عقاريين في إطار المسطرة ديال التعمير، واللي تفرض عليهم أنه في اطار المشاريع العقاريه ديالهم انهم ينجزوا فضاءات عموميه اجتماعيه. ففي ولاد عزوز بالفضاء ديال السعاده تم انجاز واحد دار الشباب
واللي تسلمناها، وحنا كما قلت بصدد الترتيبات الاخيره لفتحها في وجه العموم. هذه المشاريع ديال البنيات التحتيه اللي فيها كما قلت قبيله واحد جوج دزاكس. لاكس الاول هو ان البنيات المتوفره واللي مفتوحه نوفروا فيها الحكامه، نوفروا فيها انها تكون ديما متجدده لونتروتيان ديالها بالكلي. كذلك الانخراط في كاع المشاريع والتتبع ديال جميع المشاريع ديال توفير البنيه التحتيه اللي تدخل في اطار برامج التقائيه مع قطاعات اخرى واللي تتم تحت الاشراف ديال السلطات الاقليميه. هاد الجانب ديال توفير البنيه التحتيه ما تيكفيش. حنا قطاع المهمه الاساسيه ديالو هو تاطير الطفوله والشباب وتحقيق التنشيط السوسيو والثقافي والرياضي للمواطنين والمواطنات. وفي هذا الاطار المديريه الاقليميه خلال سنتين عملت على انها تمشي في اطار واحد خطه عمل اللي فيها جوج المحاور. المحور اولا ديال دور الشباب اللي ولا ثلاثه المحاور، المحور ديال دور الشباب والاشتغال مع الشباب من خلال انه قلت قبيله انه نفتحوا النقاش مع الجمعيات النشيطه مع مجالس دور الشباب، ولكن كذلك نظموا واحد المجموعه ديال الانشطه اللي الهدف ديالها هو التنشيط السوسيو الثقافي، هو التحميس وتحفيز الجمعيات على الاشتغال. ويمكن ترجع ما 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 ندخلش في التفاصيل، ترجع للصفحه ديال المديريه على 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 موقع مواقع التواصل باش تلقى هذه الانشطه. كذلك في الجانب الرياضي فاحنا في اطار تفعيل هذه الدوريه ديال المجانيه وتعميم الممارسه الرياضيه، حنا عملنا على انه نخلقوا دي بول سبورتيف على مستوى عين الشرق والحي الحسني واقليم المواصل، اللي اهم حاجه فيهم هو تعليم الرياضه والاشتغال ومرافقه الجمعيات الرياضيه خصوصا اللي تدير التكوين الرياضي للاطفال، المرافقه ديالها من خلال تنظيم واحد المجموعه ديال الدورات التكوينيه ديال الانشطه. ناخذ نهضر في هذا الجانب لانه مهم بالنسبه ليا، وهذا موضوع اللي خصو واحد شويه ديال 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 الابراء انه نديروا عليه نسلطوا عليه الضوء لانه مهم جدا. حنا الان باشتغال مع واحد المجموعه ديال الجمعيات اللي تيديروا التكوين الرياضي ديال الاطفال باش يستافدوا من هذوك ملاعب القرب، دخلناهم واحد المنظومه. هذه المنظومه اللي فيها اولا تتبع الانشطه ديال هذه الجمعيات من خلال انه ما يمكنش انه شي جمعيه دير التكوين الرياضي الا لا كانت تتوفر فيها الشروط اللي هي هاد الوليدات خصهم يكونوا مامنين، خاص الاطر اللي يكونوا تيشرفوا عليهم عندهم مؤهلين باش يديروا هاد الخدمه. وبطبيعه الحال درنا واحد لجميع المرتفقين، جميع الاطفال عندهم بطائق ديال المديريه بتنسيق مع الجمعيات، عندهم بطائق اللي ما يمكنش شي واحد يولج لشي فضاء رياضي اللي ما كانش عنده هذيك البطاقه. النقطه الثانيه هي مصاحبه هذه الجمعيات في تاهيل الاطر ديالها من خلال تنظيم واحد المجموعه ديال الدورات التكوينيه سواء في المجال الاداري ديال التدبير ديال الجمعيات ولا من خلال المجال التقني. نظمنا دوره تكوينيه في طماريس 2018، نظمنا واحد مجموعه ديال اللقاءات التكوينيه على مدار السنه اسبوعيا في الفضاء ديال المدينه في عين الشرق، وكنا بصدد تنظيم الدوره الثانيه ديال هاد ديال هاد ديال هاد التكوين في مارس في ابريل 2020 لولا الجائحه. ولكن مع ذلك حنا نظمنا واحد اللقاءات تكوينيه عن بعد
خلال شهر رمضان الماضي، وكان معك كان ناجح على جميع المستويات. إذا المقاربة عمومية تستهدف أنه نعاونه ونصاحبوا هذه الجمعيات باش أولا لتعميم الممارسة ودفعها الاشتغال والتميتو، ولكن أكثر من هذا هو أنه فعلا هذاك الاشتغال ديالي يكون مبني على أسس ديال الحكامة وأسس علمية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.